اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء. لو سالتك قلت لك ايه اللي بتعمله وقت ما تتعرض لظروف صعبه ومتاعب، اعتقد هسمع اجابات مختلفه، لان كل واحد فينا على حسب شخصيته. يعني في واحد يقول لي مثلا وقت المتاعب والضغوط انا بتصدم كده شويه وباخد وقت عبال ما فوق من اللي حصل معايا، وبعدين ابدا افكر في اللي حصل معايا واهدى كده وابدا اخد قرارات. في واحد تاني يقول لي لا، انا اول ما يحصل معايا امر صعب او موقف صعب جدا، في حد معين في حياتي بجري عليه واقعد معاه واحكي معاه شويتين كده، بيهديني وفهمني كويس وبيعرف يقول لي مشوره كويسه بتفرق في حياتي. في واحد تاني كمان يقول لي لا، انا لما اتعرض لظرف صعب احب اقعد لوحدي، مش عايز اقابل حد، عايز اقعد كده في هدوء واستقر كده واخد نفسي علشان استقبل الموضوع وامتصه علشان بعد كده ابدا أفكر في القصة. كل واحد فينا بيختلف طريقة رد فعله، يمكن كمان على حسب الموقف، أو رد فعلنا عموماً قدام المتاعب والضغوط والظروف الصعبة. بس أعتقد كمؤمنين محتاجين كلنا يبقى لينا رد فعل واحد، حتى لو شخصياتنا مختلفة. رد فعل واحد إن إحنا نجري في أحضان ربنا ونقول يا رب أنت حاسس بينا، وأنت عارف اللي جوانا وعارف اللي فينا كويس، وعارف اللي بنتعرض له كويس، وتقدر ترثي لحالنا وتقدر تدينا مشورة نافعة وصالحة. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انت تقدر تنور قدامي الطريق وتقول لي ايه اللي اتصرف فيه واعمله ازاي. ايا كانت شخصياتنا وايا كانت الصدمات اللي بنتعرض ليها وايا كانت المواقف، الكتاب المقدس يقول لنا انه بنتعرض لتجارب متنوعة، يعني مختلفة وفي شدتها كمان مختلفة، لكن حلو قوي انه يبقى طول الوقت انا بجري على ربنا واقول له انت الملجأ الوحيد والمناص والملاذ لحياتي. المرنم بيقول له يا رب انت عارف شكل الطريق، انت عارف الطريق من بدايته لنهايته، وتعرف تقول لي كويس قوي اعمل ايه في الازمه اللي انا فيها وفي الضغط اللي بتعرض ليه. اجمل حاجه في الدنيا وقت المتاعب والظروف الصعبه انك تروح لربنا. لو المتاعب كترت عليا وسألت نفسي الراحة فين، طال الطريق والعين ما نامت، ضاع الهدف زاد الأنين. وسط المتاعب رغم المصاعب أشوفك أنت ربي الأمين، أنسى اللي فات من ذكريات، لو من ثواني أو من سنين. أنت اللي عارف شكل الطريق، وفي كل ضيق أنت المعين. يكفيني شايفك أنت الرفيق طول الطريق، برج الحصين. لو فكري حاير والخوف ماليني وسألت نفسي فين الأمان، بين البشر سادت حروب خلت قلوب تنسى الحنان. أنسى المخاوف والأني شايف صليب يهز كل الكيان، خوف من زمان في القلب كان مالوش مكان بعد الإيمان. أنت اللي عارف شكل الطريق، وفي كل ضيق أنت المعين. يكفيني شايفك أنت الرفيق طول الطريق، برج الحصين. لو قلبي بعد سنين طويلة وجاله يوم أصبح وحيد، يرحل صديق وسط الطريق ويسيبني وحدي حاير شريك. قلبي الوحيد يلقى السليم يسوع في حبه والأكيد، أنسى الآلام وأحيا في سلام مادام يسوع ربي الوحيد. أنت اللي عارف شكل الطريق، وفي كل ضيق أنت المعين. يكفيني شايفك أنت الرفيق طول الطريق.
الحصير. وقت الكورونا ما كانت صعبة قوي وشديدة جدا جدا، انتشرت صورة كده في السوشيال ميديا بتوصف مجتمعاتنا العربية في الوقت ده. احنا كلنا عارفين طبعا انه مريض الكورونا بيبقى المفروض معزول لوحده، بس في صور انتشرت قوي كده انه واحد مريض بالكورونا نايم على السرير واهله واصحابه وحبايبه وكل الناس قاعده معاه في الاوضه في زحمه شديده جدا. صوره كوميديه جدا اكيد، وكانت بتعبر عن الوضع اللي فيه العرب او الوضع اللي فيه المجتمع العربي عموما. بس انا شفت فيها حاجه تاني، شفت انه الانسان في وقت المتاعب والضغوط بيحتاج فعلا الناس تكون حواليه. طبعا غلط ان يبقى في حد معزول والناس حواليه، بس اقصد انه الفكره نفسها فكرة حقيقية جدا. وقت المتاعب أنا بحتاج حد جنبي، مش لازم يبقى هذا الحد جنبي يعني معايا في نفس الأوضة، بس على الأقل تليفون بيفرق جدا، سؤاله عني بيفرق معايا جدا، صلاته ليا بتفرق. وقت المتاعب بنحتاج حد جنبنا، ولما بيبقى في حد جنبنا وبيحكي معانا وبيطمن علينا بيفرق جدا حتى في حالتنا النفسية. بس عاوز أقولك إنه البشر محدودين، ممكن يبقى في حد نفسه يكون جنبك وبيبكي بالدموع بسبب متاعبك، بس هو مش قادر يبقى جنبك بسبب ظروف شغله أو بسبب سفره أو بسبب أنه مهاجر في حتة تاني. هو فعلا حاسس بيك بس مش قادر يبقى جنبك، وفي واحد تاني جنبك بس مش حاسس بيك، فتبقى حاسس أنك قاعد في وسط ناس كتيرة قوي بس حاسس بالوحدة. لكن الحقيقة ربنا بيعمل الاتنين بشكل عظيم جدا جدا، ربنا جنبك وحاسس بيك، ربنا جنبك وعارف كويس قوي مشاعرك وعارف كل اللي انت حاسس بيه. مكتوب انه هو الصديق الالزق من الاخ، يعني قريب منك جدا. مكتوب كمان عن ربنا انه قريب جدا من الذين يدعونه. مكتوب كمان عن ربنا انه قريب من المنكسر القلوب، فهو قريب جدا من كل واحد منكسر وحزين وضعيف ومتألم. في يوم من الايام المسيح كان ماشي ولقى جموع، مكتوب كده انه المسيح تحنن لما رأى الجموع منطرحين كغنم لا راعي لهم. فأكتر حد بيتحنن على الناس هو ربنا. علشان كده حلو قوي أن يكون ربنا جنبك في المتاعب وفي الضغوط. لا، وخليني أقولك ليه ما يكونش جنبك طول الوقت وفي كل الظروف. هو قال كده: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. علشان كده بدعوك مشاهدي العزيز أنك تاخد الرب صديق وحبيب ورفيق وقائد وإله عظيم جدا يقود حياتك كلها ويمشي قدامك ويقود كل خطوة من خطوات حياتك. وكلمة ربنا هي اللي تنور طريقك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ساعتها طعم المتاعب نفسه هيختلف، والوقت اللي بتمر فيه بظروف صعبة هتحس انه مختلف جدا لأنه ربنا موجود فيه.